يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم، سيادتك اتفضل، اتفضل يا متر. الحمد لله على السلامة يا استاذ وحيد. الله يسلمك، ازيك يا مدام فوزية؟ الحمد لله. اتفضلوا اقعدوا. شكرا يا ست. والله يا استاذ وحيد ولا لك عليا يا امين، مدام فوزية كانت منشغلة بموضوع سعادتك بشكل عجيب جدا، وكل شوية كلم المحامي عشان تشوفه عمل ايه في قضية الاستاذ وحيد. بالمناسبة يا فندم، بقيت اتعب سعادتك جاهزة عندي، والشيك بقى له اسبوعين في الخزنة. اشكرك جدا، خيرك سابق يا استاذ راتب. طيب اسيبكم دلوقتي واروح احضر لسعادتك الشيك. مدام فوزية، أنا جمايلك دي مش عارف أوديها فين. جميل إيه يا أستاذ وحيد؟ يعني إصرارك طول ما أنا في الحبس إنك تتصلي كل يوم بمراتي وتسألي عليهم، ده غير الهدايا والفلوس اللي بعتيها لهم، مع إنك عارفة طبعًا الحمد لله الحالة مش محتاجة، لكن ده كان له قيمة كبيرة قوي عندنا. عيب ما تقولش كده يا أستاذ وحيد. ده أنت كفالة حتى أصرت إنك تدفعي، ده اسمه كلام. أنت مالكش ذنب في اللي حصل. دي غلطة الأبناء واللي بيدفعها الآباء. لك حق والله. عموما أنا مدين لك باعتذار، إذا كنت أنا يعني قلت أنا هسيب القضايا بتاعتك دي كانت لحظة غضب وكنت منفعل، لكن أنا مصر قضاياكي أنا اللي همسكها، محدش غيري هيقرب منها، رغم إن أنا دلوقتي بقيت مشغول جدا في الدفاع عن نفسي، لكن القضية دي ما بقتش قضيتي أنا بس، بقت قضيتك أنت كمان. شيك يا فندم. طب يا سيدي اشكرك. لا تسمحي لي. هايل يا رشا هايل. طيب السؤال الثالث بقى، عملتي فيه ايه؟ لما اقترب من خيام الاعداء بدا يزحف على بطنه تحت الاسلاك الشائكه حتى وصل الى مخزن الذخيره، فاشعل كره والقاها على المخزن حتى اشتعل المعسكر نارا، وهذا هو البطل نبيل منصور. يا سلام، هاي لا لا الممتاز يا رشا والنجمة. ها عملت ايه يا رشا؟ اقدر اضمن لك يا مدام فوزية ان رشا بعون الله من العشرة الاوائل على المدرسة، اجابتها نموذجية بمعنى الكلمة. استاذ جميل تعال انا عايزاك. طيب لو سمحتي، بعد الإبداع اللي أبدعته رشا وبعد الامتحانات ما خلصت، احنا بنطلب من حضرتك أجازة لحد آخر النهار مكافأة لرشا على اللي هي عملته. أستاذ جميل اتفضل أنا عايزاك. خير يا مدام فوزية. أبو البنت عامل إيه؟ هو اتحسن شوية، ومشكلته إنه عنده مرض مزمن، وزي ما سيادتك عارفة إن المرض الخبيث ده يقلل المناعة، عشان كده التحسن ماشي بطيء شوية. هي البنت ما لهاش أي حد هنا في مصر؟ لا يا فندم، تقريبا أهلها كلهم مهاجرين استراليا من أكتر من 20 سنة، عمتها وخلانها، وتقريبا يعني في شبه قطيعة كده بين الأستاذ جلال وأسرته. وانت عرفت الأخبار دي كلها منين؟ من الأستاذ فهمي سليمان المحامي. ما هو الأستاذ فهمي سليمان هو المحامي الخاص بالأستاذ جلال والد رشا. عموما يا فندم، إذا كان البنت مسببة لحضرتك أي مشكلة، أنا مستعد أستضيفها عندي في البيت لحد ما أبوها يقوم بالسلامة إن شاء الله. أنا ما قلتش إنها مسببة لي مشكلة، أنا كنت عايز أعرف وضع البنت إيه بعد ما خلصت الدراسة، إذا كان ليها أهل هنا أو في أي بلد أرياف، هم أولى بيها إنها تقعد معهم في الأجازة. ملهاش يا فندم غير ربنا وسيادتك. خلاص تقعد معايا. مع إني أنا ما بيعجبنيش الأكل التيك أواي ده، لا شكلا ولا موضوعا، بس النهاردة بقى سماح علشان إجاباتك النموذجية. أنا مش فاهم أنتوا إيه اللي بيعجبكم في الأكل ده. ده حلو قوي يا استاذ جميل، دوق كده. لا معلش، ولا اقدر احط ده بقي عشان خاطري حته صغيره. عشان ما تضغطيش عليا. وريني كده. ايه
مش وحشة، بس ما مناش فايدة وما ترمش العظم. ألو؟ أيوة يا أبو سعينة، أهلا يا بنتي، إزايك يا حبيبتي، وحشتيني خالص. عاملة إيه؟ إيه؟ طمنيني، يعني المحامي قبل القضية خلاص؟ طب عال كويس قوي. طب أنت قاعدة عندك بتعملي إيه؟ ما تيجي بقى. اسمع أبو سعينة يا بنتي، يا ريت يا بنتي يا حبيبتي تجيبي لي معاكي علبة مكياج. يا بنتي عيب يا بنتي، بلاش قلة أدب، أنا برضو هلعب بديلي. بقولك إيه، أصل هي دي كانت طلبها مني تلميذة صغيرة نجيبة عندي في المدرسة، كانت طلبها أصلا من باباها، وباباها ما تأخذنيش الراجل رائد في المستشفى عيان، فيا ريت أنت تجيبيها لنا مكياج للأطفال. آه ربنا يخليك، لا إله إلا الله. دي أبو سعينة بنتي. هو حضرتك عندك بنت؟ أيوة. أدي ولا أكبر مني؟ لا دي أكبر منك بكتير، عقبالك كده إن شاء الله هتاخد الدكتوراه. وهي شكل حضرتك؟ لا يا بنتي شكل إيه، حرام عليكي، ده هي بسم الله ما شاء الله زي القمر. أنت كمان زي القمر يا أستاذ جميل، أنت وبابي أحلى ناس في الدنيا. أنا بقترح يا مدام فوزية إن إحنا نعمل نشاط صيفي لتلامذة المدرسة خلال الأجازة الصيفية حتى لا يطول انقطاعهم عن المدرسة، يعني مثلا ممكن نعمل لهم ندوات ثقافية، تدريبات على الخطابة والإلقاء. معظم الأولاد بيسافروا يصيفوا مع أهليهم يا أستاذ جميل، بعدين إحنا عندنا شغل كتير قوي هنا في المدرسة، ترميم المباني، تحضير الأوراق للسنة الجديدة، وتجديد شامل كله للمدرسة. تسمحي لي أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضل. أنا شايف إن حضرتك بتصرفي كتير قوي على المدرسة، وأنا براجع المصروفات مع الأستاذ راتب اكتشفت إن اللي سيادتك بتصرفي أكبر بكتير من اللي داخل للمدرسة، كمان عرفت إنه ده من مالك الخاص، ممكن أعرف أنت بتعملي كده ليه؟ سؤال غريب يا أستاذ جميل، هو الإنسان يبقى له معنى أو قيمة إذا ما كانش له دور؟ ده الدور اللي بدأه الدكتور طه السباعي الله يرحمه والدي، وأنا بكمله. الله يبارك فيك. لا أنا ما بكملوش عشان تقولي كده، لا أنت ولا غيرك، ولا منتظرة ثناء ولا إطراء من حد. لو كان حد غيرك يملك المساحة دي من الأرض كان زمانه بقى ملياردير. الأرض دي مش ملكي لوحدي، دي ملكي أنا وأختي فوقية. فوقية، يا سلام، أخبارها إيه مدام فوقية؟ إن شاء الله يعني تكون تجاوزت محنة وفاة زوجها الله يرحمه. معرفش عنها حاجة. هو سيادتك ما كلمتهاش بعد وفاة المرحوم زوجها؟ ما قطعها من 15 سنة، ما بكلمهاش. لا حول ولا قوة إلا بالله، أخت حضرتك كمان. تقصد إيه بكمان دي؟ لا ما أقصدش يا فندم، أنا عايز أقول بس يعني إن العائلة الجميلة المتماسكة اللي أنا سبتها من أكتر من 28 سنة كالبنيان المرصوص، رجعت لقيت كل واحد في ناحية. أنا ما غلطتش فيها وعمري ما غلطت في حد. طبعا طبعا، لكن هو كان ايه السبب في القطيعة دي؟ ده حضرتك في بلد وهي في بلد تانية. يعني لو كانت فوزية بس وافقت على جواز عبد الله ابن الحاج سعد من بنتها فريدة، مش كانوا دلوقتي جم وعاشوا معايا ومالوا علي الدنيا كلها وخلفوا لي عيال وانا اربي العيال ويعملوا لي حس؟ معلش يا ست فوقية، اللي فات فات، أو سيد ابني هم كتر ألف خيرك بعتي وشغلتيه جنبي، بينه وبينه المسافة نص ساعة بس، ومع ذلك ما بيشوفوش إلا بالشهر والشهرين. تعرفي يا أم سيد، أنا لما الحج جه اتجوز الموكوزة دي اللي اسمها صباح، والله العظيم أنا فرحت، قلت خلاص العقدة هتتفك وهيخلف، وأنا أحب
حبيت عيالي والله منها كاني انا امهم. انت هتقولي لي انت مربياهم على ايدي. بس امهم كانت قاسيه قوي عليهم، كانت بتضربهم ويجوا يستخبوا كده في حضني وانا اطبطب عليهم، وهم دلوقتي بقى كبروا وكل واحد بقى راح لحاله. هي مدام فوزيه رفضت الاستاذ عبد الله ليه؟ مع انه شاب طول بعرض ما يتعيبش. قال ايه؟ مش عاوزه بنتها تتخرب وما تتجوزش واحد مش من بلدها. طبعا كانت بتلقح الكلام ده عليا انا، بس الكلام وجعني. انا عارفه هي ما كانتش بقى موافقه على جوازي من الحاج، معناها هي بقى الصغيره وكلمتها ما تمشيش عليا. شوفي مين يا مساعد. حاضر. اتفضل يا استاذ عبد العزيز. اتفضل. ده الاستاذ عبد العزيز يا فندم. انت اكلت التوم؟ خليه يتفضل. صباح الخير يا مدام فوزيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا استاذ عبد العزيز. انا اسف جدا على الزياره المفاجاه دي، لاني بتصل بحضرتك بالتليفون وحضرتك قافلاه. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، ده بيتك. تحب تشرب ايه؟ لا عفوا يا فندم، انا مش هقدر اشرب حاجه لاني همشي على طول. شوف بقى يا استاذ عبد العزيز، إذا كان القانون والشرع حدد التمن للست زي ما أنت بتقول، يبقى أنا الزوجة الوحيدة للحاج اللي لازم آخد كل حاجة. كل واحدة من اللي جوزهم الحاج عندها ولد واللي عندها بنت، يعني ورثوا في الحاج، يعني أمهم ضمن حقها، لكن الدور والباقي عليا أنا. اللي الحاج سابني لايصه كده، لا عندي ولد يصرف عليا ولا بنتي تاخد بالها مني. ايوه يا فندم، بس اصل ايه؟ هو انت ما كلمتش ولاد الحاج؟ ده انا مربياهم وهم لا يمكن لا يمكن ابدا يوافقوا على كده. شوف يا مدام فوقيه، المساله اصل ظهرت فيها مفاجاه انا شخصيا ما كنتش متوقعها على الاطلاق. مفاجاه ايه؟ واحنا بنعمل اعلام الوراثه في المحكمه ظهرت قسيم الطلاق بتاريخ من 3 شهور فاتوا. طلاق مين؟ طلاق حضرتك. انت تقول ايه؟ طلاقي انا؟ انا الحاج طلقني من 3 اشهر؟ الحاج طلقني؟ للاسف ده اللي موجود في القسيمه اللي متقدمه للمحكمه. استاذ عبد العزيز دي نصبايا. نصبايا يا استاذ عبد العزيز. الحاج مات على ايدي وقعد 6 اشهر ما بيتحركش، وانا اللي رايحه جايه عليه. اكيد 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 الورقه دي مصوره. للاسف يا فندم القسيمه صحيحه وامضاء الحاج واضح عليها. مش ممكن، ده الحاج قعد 6 اشهر ما بيتحركش. انا اسف يا فندم، بالطريقه دي حق حضرتك هيكون ساقط في الميراث، وحق الزوجه هيتقسم على 2 بدل 3، يعني مدام صباح ومدام جانيت. وانا هي دي اخرتها؟ هي دي مكافأة نهاية الخدمة؟ أنا ما عملتش فيه حاجة وحشة. وعياله عفوا؟ أيوة يا فندم. هم موافقين؟ أنا بصراحة اجتمعت بيهم يا فندم وشرحت لهم الموقف بوضوح، وهم قالوا لي نفذ القانون والشرع. وهو ده الشرع والقانون يا أستاذ عبد العزيز؟ أنا آسف يا مدام فوقية، أنا ما كنتش أحب أقف مع حضرتك الموقف ده أبدا. بعد إذنك. ليه الحق ترميني الرميه دي في الاخر؟ انا عشت طول عمري خدامه تحت رجليك انت وعيالك. ده انا كنت لما بغير لك على الجرح كانوا بيسيبوا الاوضه وهم قرفانين. ده انا لما كنت بسندك على كتفي ما كانش في حد منهم بيقدر يمد ايده علشان يسندك معايا. مالك يا ست فوقي؟ في ايه؟ كفى الله الشر. الحاج طلقني يا موسى، الحاج طلقني. طلقك؟ طلقك ازاي؟ هو في حد بيطلق بعد ما يموت؟ الحاج عمل طلقني بعد ما مات يا موسى. ما تعمليش كده يا عمايل نسوان عشان يقهروكي، ده انتي الغاليه وما كانش بيقولك الا يا غاليه. ما تسيبيش الموضوع كده، دول عايزين يطلعوكي من مولد بلا حمص. حمص ايه ومولد ايه؟ انا ما بعملش كده علشان خاطر الورث، اقعد الفلوس واسندي الفلوس. طيب واستاذ عبد الله واستاذ جاسم والست ورده رايهم ايه؟
حبيبي يقول لي ان هم قالوا له هنمشيها قانوني. قانوني؟ قال يا مربي في غير والدك يا باني في غير ملكك. فبزي كان عندها حق. بعدين قعدت ازرع حب طول عمري وفي الاخر ما جرتش غير الشوك. يبقى فبزي اللي كانت بتعمله طول عمرها هو الصح. تنامي تغمضي عينيكي وتنامي. انا ما بحبش الدلع. لما تنامي الصبح وتصحي بالليل يومك هيتقلب ومش هتعرفي تعملي ليه. ما انا في اجازه والمدارس خلصت خلاص. اجازه ولا مش اجازه، في مواعيد للنوم ومواعيد للصحيان. يلا قومي قومي على اوضتك. وقلت لك ده 100 مره ما يتاكلش لانه مش صحي، مفهوم؟ مش عايزه ده يتكرر تاني. يلا يلا على اوضتك يلا. الو؟ ايوه يا رشا، في ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ انا عاوزك تيجي تاخدني دلوقتي حالا، انا مش عاوز اقعد مع الست دي، انا زهقت. لا يا رشا يا حبيبتي، انا كده ازعل منك واخصمك. انت ايه يا بنتي اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ ما هو ده غلط يا بنتي، وطنتك فوزية هتزعل منك ويبقى عندها حق لما تزعل. غمضي عينيك يا حبيبتي وحاولي تفتكري كده قصة حلوة من القصص اللي احنا قريناهم سوا دول. غمضي عينيكي هتلاقي نفسك نمتي على طول. انا هجيلك طبعا، بس بعد النهار ما يطلع تكوني انت يا حبيبتي نمتي وهجيبلك معايا مفاجأة. لا طبعا ما اقدرش اقولك عليها. انا هجيبها لك معايا وانا جاي. رحت قابض المبلغ ده كله في الشقه دي نص عين نص مليون حته واحده زي ما بقول لك كده يا حاج. وعملت ايه معاك يا واد يا باشا؟ بلمت. ورسيت معاها على ايه في الاخر؟ قالت لي سيبني دلوقتي اما اشوف ظروفي، وانا قلت لها بقى اعدي عليك الاسبوع اللي جاي. لا نصح يا نصح. خد يا مال، خد دول، جيب حاجه لعيالك. اظن ما رجلك اتقطعت بقت خير عليك، كنز واتفتح لك، عمال تلم باليمين والشمال. اخرس ايه يا ولد؟ انت صاحبني؟ قوم فز امشي. السلام عليكم. انت ببص لي كده ليه يا واد يا ماه؟ نفسي افهم يا حاج. تفهم ايه يا ولد؟ هو انت مع مين يا حاج؟ مع فارس بيه ولا ضده؟ طلبك عشان يعني ما بعت الواد ده الاخت فارس بيه ينكش في موضوع الحادثه. ده انت كنت حابسه يا حاج واديت له افراج كمان بتدي له فلوس، ده ولا كانه من رجالتك يا حاج. شوف يا ده ماهر، ولو انك ابن اختي وانا اللي مربيك انما هتفضل طول عمرك غشيم. ليه كده بس يا حاج؟ الجماعه الكبار اللي زي فارس بيه دول بينسوا الجماعه الغلابه اللي زي حالتني، بيفتكروهم بس لما يعوزوهم في شغلانه حاجه محتاجه تخلص حاجتهم من هنا ما تطولهمش بعد كده. انا اهو بقالي فوق الاسبوعين مش قادر اقابل فارس بيه.
انما اول ما الواد ده راح لاخته هتلاقيه بيطلبني على طول. فين؟ فهمت يا حاج. يعني ما كانش عندك شغلانه يا هلا تعمل لك شغلانه. الحقيقه يا عامر بيه انا مش عارف اودي جمايل سيادتك دي فين. ده اقل واجب يا استاذ جميل. هي الطياره لسه ما وصلتش؟ لا وصلت يا فندم. دقيقه واحده هتلاقي انيسه ابو سينا قدام حضرتك. هما هيجيبوها من الطياره على صاله كبار الزوار على طول. اهلا اهلا يا بنتي، الحمد لله على السلامه. اهلا يا بنتي. أهلا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طمنيني، اخبارك كويسه؟ كويسه جدا الحمد لله. المحامي طمني قوي قبل ما يجي. الحمد لله على السلامه يا دكتوره. الله يسلمك يا عامر بيه. ما بلاش بيه بقى دي، انا دلوقتي بعتبر نفسي واحد من الاسره. لو ما كانش في تجاوز يعني. لا يا فندم، تجاوز ازاي ده؟ ده احنا نتشرف. طيب اسيبكم بقى عشان ما اعطلكوش، عن اذنكم. انا اكرر شكري وامتناني. العفو يا فندم، عن اذنكم. اتفضل. اتفضل يا دكتور. يلا. شوفي بقى، احنا قبل ما نروح على بيتنا هنفوت على مدام فوزية. ليه؟ هو في حاجة؟ هي تعبانة ولا إيه؟ لا هي الحمد لله بقت كويسة خالص، أنا بس عايز أعرفك على رشد. رشا؟ دي البنت الصغيرة اللي حضرتك وصلتني أقول لها عيبة المكياج؟ أيوة. هو أنا مش مكفياك بقى ولا إيه يا أستاذ؟ كل ما أسافر أرجع ألاقيك متبني حد؟ يعني المرة اللي فاتت هروح وأرجع ألاقيك مقعد رؤوف عندنا في البيت وبتعتبره ابنك، والمرة دي رشا؟ أصل دي أمانة في الأبد يا بنتي، لحد والدها ما يخف ويطلع من المستشفى. بقول لك إيه يا بابا؟ ما تلاقيليش والنبي حد يكون زيك كده اتجوزه؟ أنت جميل قوي، يعني اسم على مسمى. واحد تتجوزيه؟ ده أنا عندي ثلاثة. ثلاثة مرة واحدة؟ جبنا في سيرة القط. نعم يا سيدي. إيه؟ جبنا في سيرة القط؟ جاي تعمل إيه؟ أنت جاي على المطار؟ الله، جاي تعمل إيه؟ هو أنت دايماً كده تيجي في الآخر؟ يا سيدي وأنا عارف إن الطيارة لسه واصلة. ما أنت عارف إن أولادي هنا في الداخلية بيحبوا يجاملوني. تيجي لنا فين؟ إحنا رايحين عند الست والدك. هتيجي؟ كده لم نفسك. مع السلامة. ده رؤوف؟ هو لسه هو ومامته عاملين كده؟ أيوة يا ستي، ده أنا لو بحل القضية الفلسطينية كنت حلتها. بس عايز رأي يا بابا، رؤوف هو اللي غلطان، وطنط فوزية ليها ألف حق إن هي تقطعه. ليه؟ إنسان مستهتر تافه ملوش طموح مش مثقف، يعني بصراحة كده يكسف. أدي واحد طار من التلاتة. بتقول حاجة يا بابا؟ لا مفيش. اللي انت رأيك ايه في الرائد عامر؟ راجل محترم جدا وباين عليه ابن ناس. نيالك يا عامر بيه. هو انت بتقول ايه يا بابا؟ لا ابدا، انا بس بقول عامر بيه يعني رجل متكامل وما فيهش عيب. لا بقى فيه. فيه ايه هو كمان؟ هو انا يعني ما قعدتش معاه كتير، انما شايفاه كده ملوش اهتمامات عامة، فنية أدبية، يعني شكله كده شخصية مقفولة. ما فاضلش غير ابن المعلم متولي. مين؟ ابن المعلم متولي. وده مين؟ لا هو كان أبوه كلمني وقال لي إنه عاوز. لا لا والنبي ما تقولش. على رأيك، ما أقولش أحسن. الحمد لله على السلامة يا أبو سينا. الله يسلمك يا طن، حضرتك بجد وحشتيني جدا. عملتي ايه في القضيه؟ المحامي بيقول انه واثق جدا من النتيجه، علشان انا كمان عملت زي ما حضرتك قلتي بالظبط وما اكتفتش بالقضيه بس. وعملت ايه تاني؟ انا قلت لها تعمل حوار في جريده هناك عشان تثير الراي العام ضد التعصب اللي في الجامعه. وعملت الحوار؟ وحياتك عملت مؤتمر صحفي وقدام الجامعه، قلت لهم الجامعه هي المناره اللي خرجت كبار العلماء والادباء اللي صنعوا الحضارات في العالم كله، تيجي النهارده وتعمل كده مع الطلبه؟ ينصر دينك. والجلسه امتى؟ اخر الشهر. لازم تروحي وتحضريها. ابوس ايدك يا مدام فوزيه، ده انا ما صدقت انها رجعت. امال رشا فين؟ نايمه طبعا، ما هي سهرانه طول الليل. انا مش مبسوطه من البنت دي. معلش يا مدام فوزيه، البنت ظروفها كلها اتغيرت، اسمحي لي اروح اصحيها. اتفضل يا استاذ جميل. يا روحيه روحيه، خليكي مع الاستاذ جميل. شكرا. قولي لي يا ابو سينا،
حصل ايه بالظبط من ساعه ما وصلت باريس؟ رشا يا رشا يا روشا قومي، استاذ جميل جاي يشوفك. قومي روشا، قومي يا حبيبتي. الاستاذ جميل. اهلا يا حبيبتي، صباح الخير. اتفضلي. ايه ده، بابي بغالي؟ ايوه بابي بغالي من باريس، وقابل بوسينة بنتي وطلب منها انها توصلها لك. الله، دي زي بتاعت الكبار بالظبط. طيب كويس. طيب يلا قومي اغسلي وشك علشان اعرفك على طنطك بوسينة. حاضر يا استاذ جميل. انتي واخداها ورايحه بيها على فين؟ ممكن احط منها عشان لما قابل طنط بوسينة ابقى حاطه مكياج على الصبح كده. خلاص، بس خليه مكياج بسيط عشان المكياج لما بيكون بسيط بيبقى احلى. حاضر يا استاذ جميل. أنا عارفة يا بوسينة إن تفكيرك دلوقتي كله في الدكتوراه ومشوارك العلمي، وده أنا بحييكي عليه، بس أنا عايز أسألك سؤال. اتفضلي. الحياة الاجتماعية لازم تشغل حيز من تفكيرك، يعني لازم ترتبطي بإنسان وتعملي أسرة ويبقى لك بيتك وحياتك الخاصة. لا، الحاجات دي مش في تفكيري خالص دلوقتي يا طه. وبعدين أنا ليا مواصفات خاصة في الإنسان اللي هرتبط بيه، مش لازم يكون شكله حلو ولا غني ولا الحاجات العبيطه دي، انما مهم قوي يكون على درجه عاليه من الثقافه علشان يكون في لغه حوار بيني وبينه. انت كده صح، معاكي حق. رشا حبيبتي، طنطك بوسينة بنتي. هي دي رشا؟ ايه الحلاوه دي، دي اموره قوي. ميرسي يا طنط. ايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ ده ايه؟ انت لسه صغيره على الحاجات دي. يلا امشي، روح اغسلي وشك. يلا امشي. انت اللي جايب لها المكياج ده يا استاذ جميل؟ لا، ده والدها كان وعدها انه هيجيبها لها، وانا قلت ان بصراحه طنط انا اللي جبتها، معلش خليها عندي انا دي. انا مش ضد ان البنت تلعب وتنبسط وتمارس طفولتها، انما مش بالشكل ده. طب لو سمحت يا طنط ادخل اصالحها، البنت اصلها اتكسفت قوي. انت شايف اللي بيحصل ده تربويا صح يا استاذ جميل؟ بنت عندها 10 سنين تلغمط وشها بالشكل ده؟ يعني انا قلت حاجه بس تفرح البنت. يعني حاجات كتير بتفرح الاطفال، وهي حاجات غلط نقوم احنا نسمع كلامهم ونعملها لهم؟ طبعا لا. بوسينة وهي صغيره كانت بتحط مكياج؟ بوسينة بنتي؟ لا، بوسينة كان يكفيها النظره مني. خلاص خلاص، يعني خلاص. اذا كان بابي بعتلي عشان احط منها، هي مش عايزين احط منها ليه؟ اصل انت بصراحه بقى يا رشروشه حاطه كتير قوي. حد يعمل كده؟ شبه الكلاون اللي في السيرك، حتى مناخيرك حاطه فيها. تعالي شايفه شكلك عامل ازاي؟ حد يعمل كده؟ انا هعلمك تحطي ازاي، بس استني بقى اما امسح اللي انت حاطاه ده. انا بس بستسمع حضرتك ان احنا ناخد رشا تيجي تقعد معانا، على اعتبار ان بوسينة رجعت بالسلامة وتقدر تاخد بالها منها، وكمان ما نزعجش حضرتك اكتر من كده. لا لا، مادام ابوها عارف انها قاعدة عندي هنا وماضي ورقة بكده، يبقى رشا هتفضل عندي لغاية ما ابوها يجي ياخدها من هنا. طيب انا كنت وعدها اخرجها شوية عشان يعني افسحها في الاجازه. هتوديها فين؟ مدينه الملاهي. مدينه الملاهي؟ افرض بقى انها وقعت من على المرجيحه ولا حصل لها اي حاجه، مسؤوليه دي ولا مش مسؤوليه؟ لا يا فندم، خلاص بلاش مدينه الملاهي. انا طبعا مقدر وجهه نظر سيادتك يا فندم، انا بفكر اني انا اخدها في جوله ترفيهيه ثقافيه في منطقه الاهرامات، عشان البنت برضو تتعرف على حضارة بلدها، حيث إن منطقة الأهرامات دي منطقة آمنة حضارة 7000 سنة وما جرى لهاش حاجة أبدا. إنسان مستهتر مش مثقف وعديم الطموح. هي قالت لك كده؟ مش بالظبط، ولكن هو ده اللي أنا قدرت أستوعبه من كلامها. وبعدين يعني
الكلام ده يعني؟ مش مفروض انه يزعلك قوي كده؟ لا المفروض يبسطني طبعا، انسان مستهتر ومش مثقف، ما قلتلكش تافه وهايب بالمره. الحقيقه يا رؤوف يا ابني اني انا اتخيلت بوصف زي ده في معرض حديثها عنك. طب واحنا ايه اللي مخلينا هنا دلوقتي؟ قصدي يعني انا ايه اللي مخليني هنا؟ ما هي كده تبقى الدكتوره ابو سعينه قالت رايها فيا. عموما ربنا يكرمها يا استاذ جميل. استنى هنا ايه بقى؟ بمجرد ما قالت عنك كلمه كده ولا كده ما عجبتكش عايز تنسحب وتفر من المعركه؟ اقعد اقعد، مش من الجائز ان كلام بوسينه عنك يكون نقطه تحول في حياتك، نقله ثقافيه نوعيه في مشوارك؟ يعني اعمل ايه يعني يا استاذ جميل؟ اعمل ايه؟ لازم تدهشها، تبهرها بثقافتك الموسوعيه، وتخليها تندم على انها قالت كده في يوم من الايام. انا مش ساقط العاديه على فكره يا استاذ جميل. ما انا عارف انك مش ساقط اعداديه، بس انت يعني من الناحيه الثقافيه ما تزيدش عن كده. استاذ جميل هو انا جايها من بوسينه ولا من حضرتك؟ انت عمال تديني كلام في جنابي من الصبح. ما هو لو كان الكلام ده اثر فيك كان زمانك بتقول لي. طب قول لي اعمل ايه؟ فين الروشته؟ قول يا استاذ قول. طلع ورقه وقلم. منين بس؟ ده احنا في الصحراء. اهي دي بقى اول نصيحه، اياك تمشي من غير ورقه وقلم. امسك النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي، بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس. ده ايه دول؟ دول أمهات الكتب في التاريخ المملوك الأولاني. تغري بردي 12 جزء، ابن إياس 6 أجزاء. على بكرة بالليل تكون حفظتهم صم علشان أدي لك أسماء تانية غيرهم. شيل الورقة لحسن جميل. ياه إيه العظمة دي؟ بابا بجد مش ممكن، أنا فعلا بموت في الأهرامات. هي الأهرامات بقالها كام سنة يا أنكل؟ نعم سيها؟ بقالهم كام سنة؟ والله هم يعني بقالهم كتير قوي قوي يعني. وانتي بقى يا حبيبتي مش لاقية غير أنكل رؤوف اللي تسأليه؟ وماله رؤوف يعني؟ هذا الهرم يا رشا بني في الدولة القديمة في الأسرة الرابعة في عهد الملك خوفو أو كيوبس كما كان اليونانيون يطلقون عليه في كتبهم عن مصر القديمة. يا سلام، أهو ده بقى الكلام الجامد. سامع يا عم رؤوف؟ ممتاز يا أستاذ جميل والنجمة. ايه يا ابني اللي انت عمال تقرا فيه ده من الصبح؟ لا دي رساله ماجستير عن الاستعمار الفرنسي في مصر، كيف اثر فيها وكيف تاثر بها. وده مين بقى اللي كاتب الرساله دي؟ الدكتور ابو سعين. والله دي بنت هايله. واضح ان موضوع الرساله رائع، وواضح كمان ان البنت تفكيرها موضوعي ومرتب. وجبت الرساله دي منين؟ هي ادتها لك عشان تقراها؟ لا 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 لا، امال مين اللي ادها لك؟ مدام فوزية اديتها لي، قالت لي لازم تقرا رسالة الماجستير بتاعتها قبل ما تتقدم لها عشان تعرف هي بتفكر ازاي. بصراحة مدام فوزية عندها حق. وريني كده يا سيدي. اتفضل. وانت بقى ناوي ان شاء الله ما تتقدم لهاش الا بعد ما تخلص الرسالة دي كلها؟ لا طبعا، بس عشان يبقى في بيني وبينها حوار مشترك. يا ابني انا مش عايز يكون بينك وبينها حوار مشترك، انا عايز يكون بينك وبينها بيت مشترك، عيال مشتركة. هيحصل يا سيادة المستشار، هيحصل بس لما اخلص قراية الرسالة. اهدي يا فريدة وما تعمليش في نفسك كده، أنا مش قادر أفهم منك حاجة. بقول لك جالي يا فارس، جالي لغاية القناة. طب ما يجي يا فريدة، ده واد مجرم ومبتز وأنا هعرف إزاي أربيه. طالب نص مليون جنيه. كام؟ ده زودها أوي. مش همه حد بقى. لازم ندفع له اللي هو عاوزه. الموضوع ده لو اتعرف والصحافة خدت خبر بيه هيبقى كل اللي بنيته تهد. انت ليك اعداء وانا ليا اعداء، ما هيصدقوا. وهددك بكده؟ وباكتر من كده. احنا لازم ندفع له اللي هو عاوزه عشان الموضوع ده يتقفل خالص.
فارس اديني المبلغ وانا هسددهولك. بس انا ما عنديش يا فريده المبلغ ده عشان اديهولك. طب ما تحاولي تاخديه من عمرو. عمرو ما عندوش اي فكره عن الموضوع، انا ما قلتلوش، ما انت عارف. خلاص ما دام الموضوع وصل لكده يبقى لازم يعرف. مش عارفه كمان هو لما يعرف رد فعله هيكون ايه. عمرو كمان اليومين دول روحه بقت في مناخيره. طب استني، انا هعمل محاوله كده، محاوله اخيره مع الواد ده. انا مش عاوزه مصايب يا فارس، انا بقول بقى ان احنا نديله ونخلص. كمان هروح لعمرو وهقول له، اكيد هو هيتصرف. يلا يا رشا كل الفراخ بتاعتك. طنط بصينا هي قطعتها لي. حاضر يا طنط. يلا اسمعي الكلام الاول مره. طيب. على فكره يا طنط، رشا بنت ذكيه وموهوبه جدا، وانا وهي بقى بقينا صحاب خلاص. رشا لو سمعت الكلام هتبقى احسن واحده في الدنيا. خلاص انا اكلت. كلي على مهلك وخلصي طبقك كله. ايه الفرصه السعيده دي مدام فوزيه؟ ازيك يا دكتوره؟ ده انا معدي من هنا بالصدفه البحته. اهلا يا عامر بيه. بالصدفه البحته دي بقى على فكره بتاعت بابا. ما هو من عاشر الام، وبعدين انا مغرم بالاستاذ جميل. استاذ جميل ده راجل اثر في الاجيال، مش هيأثر فيا انا. اقعد يا عامر بيه. لا تكونوا بتكلموا في حاجه. اقعد. انا اصلي النهارده الاجازه بتاعتي، قلت امر على المكتبه بتاعت النادي استعير كتاب عشان اقرا فيه. على فكره عامر عاشق للثقافه والقراءه، مفيش في حياته غير القرايه وبس. بجنون. اه والله انا تقريبا القرايه هوايتي الوحيده. وبتحب تقرا في ايه بقى؟ انا اقرا في كل حاجه، بس اميل للادب والتاريخ، علاقته يعني بالتاريخ. يعني عندك مثلا الاحتلال الفرنسي لمصر، ده اثر فينا واثرنا فيه بشكل كبير جدا. غريب. ايه الغريب؟ اصل ده موضوع رساله الماجستير بتاعتي. والله اهو ده برضو بالصدفه البحته، انما صدفه جميله قوي. يعني عندك مثلا اكتشاف حجر رشيد. اكتشاف حجر رشيد ده كان نقطة فاصلة في إعادة كتابة التاريخ المصري القديم. مفيش شك إن مواجهة المماليك للتتار كان أعظم عمل لسلاطين المماليك في تاريخهم كله، خصوصا طبعا يعني بعد ما غلبوهم في موقعة عين جالون. جالون؟ عين جالون؟ جالون إيه؟ هي بنزينة؟ عين جالوت. ركز شويه. والله العظيم مكتوبه جالون بالنون اهي. اكيد النقطه الثانيه طارت في المطبعه. ركز شويه، اعمل معروف ما تفضحناش. اهلا 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 يا دكتور. اهلا. ازيك يا رؤوف؟ عامل ايه؟ احنا هو قاعدين ما تعشناش ومستنيينك. لا 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 انا مش قادره، اصل انا اتغديت جامد قوي النهارده مع طنط فوزيه. كل مش هناكل حاجة إلا إذا قعدتي معانا. اتفضلي. يلا رؤوف. ميرسي. أنتِ بنت حلال يا بنتي أوي. لسه قبل ما تدخلي مباشرة كنت أنا ورؤوف مختلفين معا حول قضية فكرية شائكة للغاية، حول دخول المماليك إلى مصر، وقلنا ما حدش هيحسمها إلا أنتِ. احسميها بقى. هو حضرتك بتقول مختلفين؟ حضرتك ومين؟ هو رؤوف. يعني هيكون مين؟ هو في غيره. هو رؤوف بيقرا تاريخ؟ بيقرا تاريخ. ده موسوعي. ما تتكلم يا ابني، ما انت من شويه كنت زي البرباند. اصل هو مش خلاف يعني، ربنا ما يجيب خلاف ولا حاجه. انما كنا بنتكلم انا والاستاذ جميل عن المماليك لما وقفوا ضد التتار وكسعموهم. ايه؟ كسعموهم؟ جبتها منين كسعموهم دي؟ ابني اياس ما يقولش حاجه زي دي. خلاص خلاص، ولا كسعموهم ولا حاجه. خلاص انا مبسوطه قوي ان الناس في مصر رجعت تقرا تاني. عارف يا بابا، النهارده كنت مع طنط فوزيه في النادي، ولقينا الضابط عامر بالصدفه البحته قعد يتكلم على الاستعمار والحمله الفرنسيه. الحقيقه انا اندهشت من كميه المعلومات اللي عنده. في ناس بيشتغلوا من ورانا شغل جامد قوي، والمفروض ان احنا نشدها لنا اكتر من كده. الكاس عمهم قال وعايزها تقبل.